أبنائي طلبة المرحلة الخامسة، السلام عليكم. اليوم المحاضرة الثانية نكمل بيها الـ Basic Techniques and the Principles in Plastic Surgery. Factors influencing scar formation، يعني العوامل اللي تأثر على تكوين السكار. السكار يعني الندبة. طبعا الندبة اللي هو الفتشي يعني غير محبذ، يعني احنا هدفنا ان يكون الووند السكار تشو اللي بيه قليل والندبة لطيفة. فشن هي العوامل اللي تحدد لي أو تأثر لي على السكار؟ أولاً الريس يعني العرق. الكيلويد is more common in Chinese, in African and Afro-Caribbean. الكيلويد اللي أقصد بها هذا التليف، مثل هاي اللي بالصور الموجودة يسموها تليف، هذا في شيء كلش مزعج. يعتمد على الريس، على العرق، تكون أكثر بالتشاينيز، بالأفريكان، بالأفريكو-كاريبيان. هاي الأشياء يعني مو بيد المريض ولا بيد الجراح، يعني كل من وطبيعة الريس مالته. العامل الثاني anatomical site on the body، وين مكان الجرح اللي ذي يصير. طبعا هاي أشياء هم مبيد المريض، يعني هو وحظه وين يصير الجرح، بس إنه شافوا لما يكون الجرح على the external surface of the joint يكون السكار stretched متمدد، لأنه كل ما الجوينت يتحرك كل ما راح يتحرك السكار مالتنا، الوند مالتنا بحيث يعرض. وإحنا هدفنا إنه يكون السكار مالتنا مثل الهير لاين، فلما يكون ستريتش سكار هو في شيء مو لطيف يعني عريض. الايدد سكار almost always heal with a fine line، يعني الجروح اللي تصير على الاجفان الجرح مالتها يكون كلش لطيف ويصير بشكل فاين هير لايك لاين، وهذا هو الهدف مالتها. هاي طبيعه الايلد بالجسم. شافوا انه نسبه الكيلويد تكثر لما تكون بالبريسترنال اريا مثل ما هاي الصوره، especially in female, over the deltoid insertion at the shoulder، يعني على الكتف الجهة الخارجية العلوية، بالsubcutaneous border of the mandible، يعني على حافة المندبل يعني على الفك، والexternal ear، الأذن الخارجية. يعني احنا اي واحد، اي مريضة، اي فتشي اذا تريد تسوي عملية، طبعا اذا هي كيلويد فورمر فاي عملية ممكن تسوي لها راح يصير بها كيلويد، حسب ما جرح مال الابندكس او مال الكوليسيستكتومي او غيره، او اذا وحده سسبكتد كلويد هماتين ممكن ان يصير بها. المشكله وين؟ انه ماكو مريضه، اذا افرضي وحده مثلا او واحد ما عنده اي جرح، فاحنا ما نعرف هل هو كلويد فورمر لو نون كلويد فورمر، فاحنا لازم نقول له ترى ممكن الجرح مالتك يصير بكلويد. وش وقت نقول له ونخوفه من هاي الاشياء؟ لما هذا الجرح أو العملية اللي دنسويها هي بالسترنم وبالحافة المندبل وبالديتويد وبالأوريكل، لأنه ما معروف إلا لما واحد يصير عنده يلا تبين العملية. العامل الثالث type of the skin، يعني نوع السكن. أكو سكن طبيعته أن يكون هو جاف وخفيف، أكو سكن طبيعته هو يكون thick وoily. فشافوا انه الاويلي بيجمنتد سكن يكون الانسايت السكار، السكار محل يكون عندهم، بينما اللي جلدهم لا دراي وثين ونون بيجمنتد السكار يكون عندهم لطيف. الايج اوف ذا بيشنت، احنا نتوقع انه كل ما يزداد الايج يكون السكار مو لطيف مو زين، هي لا بالعكس، كل ما يزداد الايج بالاولد ايج السكار يكون فاين نايس سكار. ليش؟ لأنه ما عنده القابلية في أن يكون سكار تشو هواية، فما يصير عندي كلويد وما يصير عندي هايبرتروفيك سكار، مو مثل ما بالأطفال. الكوموربيد كونديشنز أن النوتريشنال ستيتس، طبعا يعني كل ما هاي تكون باد النوتريشنال ستيتس أو واحد عنده كوموربيد كونديشنز يكون السكار unhealthy. العامل السادس اللي هو عامل مهم جدا اللي هو placement of the incision، يعني direction of the wound. هل direction of the wound لازم أن يكون parallel موازي وليس perpendicular إلى longer line؟ هاي الصورة توضح longer line، يعني هاي التجاعيد اللي موجودة على الوجه، اللي هاي طبعا تكون ما واضحة لما الوحدة أو الواحد شاب، بس يتبين لما نقول له مثلا حرك حاجبك، غمض عينك، سد عينك، غمض يعني اضحك، تكشر فشي، راح نقدر نحدد الاتجاه مال اللانجر لاين اللي عادة اتجاهه هو مثل ما موجود بالصورة. فلنفترض انه هاي المريضة عدها فد شامة او عدها فد ورم جلدي،
دائري كان يكون بالقصة. فلما نريد نخطط ونريد نرفع على هذا الورم الجلدي لازم نقصه باتجاه هاي التجاعيد. فكل ما يصير بنفس الاتجاه مال هاي التجاعيد parallel to the longer line كل ما يصير الإسكار مالتنا لطيف يعني سايد الإسكار، وكل ما يكبر الإنسان كل ما تصير هاي الإسكار مالتنا واتجاهها هي جزء من اتجاه الكريزز أو التجاعيد اللي موجودة. بينما لما احنا نسوي الجرح مالتنا عمودي على اللانجر لاين راح لا تبين رأسا نشوف المريض انه هذا عنده فج جرح مو طبيعي، مو نفس الاتجاه مال التجاعيد الطبيعية مالت الوجه. طبعا احيانا المريض هو ينصاب بجرح هو اصلا الجرح عمودي لللانجر لاين، هاي احنا ما بيدينش. بس لما يكون هو عنده الورم دائري واريد اقصه، لما اقصه بشكل مثل العين الالبس لازم اخلي الالبس مالتي نفس الاتجاه مال اللانجر لاين على مود نحصل على اجمل سكار. Ultimately however scar formation is unpredictable even with meticulous technique. هاي جملة مهمة جدا، يعني على الرغم احنا من عرفنا هسه كل العوامل اللي تأثر الرئيس وغيره والاتجاه وغيره وده نشرح للمريض كل شيء والجراح مسوي التكنيك محترم ونسوي هيموستيسيز ومخيط كلش حلو سابكيوتيكال أو غيرها، لكن نخلي ببالنا إنه السكار فورميشن is unpredictable غير متوقع even with meticulous technique، يعني مهما اهتمينا ودققنا بالتكنيك مالتنا الجراحي ما محزور، يعني من الممكن ان بعدين نشوف الجرح مالتنا ما حلو صاير هايبرتروفيك او صاير كيلويد او تعتمد على طبيعه الجلد وتعتمد على الريس وتعتمد على السايت وغيرها من العوامل. فهاي الجمله لازم احنا نقولها للمريض لانه ما تبقى لا بيد المريض ولا بيد الجراح وانما بكل العوامل اللي حكيناها مجتمعه. سيرجيكال تكنيك يوزد فور كلوجر اوف سكن ووند، يعني التكنيك الجراحي المستخدم في غلق الجروح، يعني عندي مريض عنده سكن ووند واني اريد اسد هذا الجرح ورا ما اجي وانظفه واعقمه واشيل الاوساخ من عنده لازم اني انطي قبلها او اثناءها adequate local anesthesia، لازم اخدر المنطقه قبل ما الزمها. شلون اخدرها؟ عن طريق انه احقن زايلوكين. اوكي، والزايلوكين قد يحتوي على ادرينالين ابينفرين او قد ما يحتوي except other digits. بالديجيتس ما نخلي ادرينالين ويا الزايلوكين مالتنا، ليش؟ لانه بالديجيتس عندنا الاند ارتريز لما اخلي بها ادرينالين قد يسوي لي فازو كونستركشن ويصير عندي نكروسز بالتيب اوف ذا فينجر. طبعا احنا موجود عندنا زايلوكين وذ ادرينالين ميكس اوريدي بكاربولات، نسبة الأدرينالين بها تكون 1:80,000 اللي هي سيف تستخدم. إذا ما عدنا بنجيب الزايلوكين اللي هي أمبولات موجودة أم 2% وأم 5%، ونقدر نجيب أمبولة أدرينالين اللي هي هاي بالصورة. هاي الأمبولة أدرينالين بها 1 ملغرام per 1 ml، يعني سي سي واحد بها 1 ملغرام. طبعا هذا ال 1 ملغرام احنا ما يصير نخبط رأسا كل السي سي نخليه ويا سي سي واحد زايلوكين، لا لازم نخفف هذا الادرينالين، نحول هاي النسبة مال ال 1 ملغرام نخليها 1:100,000 او 1:80,000 قسم يستخدمون 1:200,000. فش نسوي؟ نجيب مثلا 100 سي سي نورمال سلاين ونخلي بيه أمبولة كاملة اللي هي 1 سي سي. اذا جبنا 100 سي سي نورمال سلاين خلينا بيها أمبولة 1 سي سي يعني 1 ملغرام راح يصير 1:100,000. مفهوم؟ ليش 1:100,000؟ ليكون هي تركيزها هنا 1 ملغرام بير 1 ml اللي هو تركيزها هنا بالضبط هو 1:1,000. لما نخليه في 100 سي سي راح يصير 1:100,000. إذا خلينا هذا ال 1 ملغرام أو ال 1 سي سي أدرينالين في 200 سي سي نورمال سلاين راح يصير عندنا الأدرينالين تركيزها شقد؟ 1:200,000. إذا خليناها هاي الأمبولة في 80 سي سي نورمال سلاين راح تكون تركيزها الناتج بعدين 1:80,000. 1:80,000 فما فوق هي سيف في استخدامها في الغلق closure of skin wound.
ثانيا الـ correct pre-operative plan، هنا ندور جراح التجميل لازم يسوي planning، تخطيط قبل العملية، تخطيط صحيح. لنفترض أنه العملية مالتنا هي عبارة عن مو بس غلق جرح، وإنما هي عبارة عن رفع الورم، وهسه احنا افتهمنا أنه عقمنا المنطقة ونظفنا المنطقة وخدرناها بالأدرينالين والزايلوكين، ولازم احنا نسوي بلانينج مرتب. شنو هذا البلان؟ انه لازم انا اشيل الورم نفترض، واشيل سيف مارجن من حول الورم. السيف مارجن يعني شنو؟ يعني نخلي فد مسافة من غير الورم، من خارج الورم، ارفعها على مود اضمن انه بعد ماكو ورم سرطاني. طبعا هي ما نضمن 100% انه احنا بكل الاحوال لازم نحولها الى هيستوباثولوجي، والأبو الهيستوباثولوجي راح يشخص طبعا التشخيص الصحيح، وراح ياخذ من المارجنز كلها مال السبيسمنت مالتنا، يحلل انه هل عندي ورم او ما عندي ورم، على مود تبين انه هاي صارت سيف مارجن. بس على مود اني اضمنها من البدايه نوعا ما، انه لازم اشيل مسافه طبيعيه من السراوندنج اريا على مود اضمن انه انا اذا اشيلها كلها. هالمسافه تسميها سيف مارجن، هي محدده. احنا بالبناين ليجن يعني واحد كان يكون مثلا شامه عاديه بناين، انا اشيل بس 1 مليمتر يعني من حول الشامه. ليش؟ انا متحيز لما اخيط حافه على حافه او غيرها، وال1 مليمتر هي كافيه في انه اخلي ستيتش مرتب. في حاله البيزل سيل كارسينوما السيف مارجن 5 مليمتر يعني نص سنتيم. في حاله السكويما سيل كارسينوما السيف مارجن مالتي 10 مليم يعني 1 سنتيم. في حالة المالجنانت ميلانوما السيف مارجن مالتي 3 سنتيم فما فوق. شلون أقيسها؟ يعني تشوفون هاي صاي المسطرة على هذا السبيسمنت، يقيسون أول مرة احنا أحدد الورم السكن تيومر شكله هاي الخارجي من برا، ولازم أحدد حافة من الانديوريشن مالته، الانديوريشن اللي هو الثخن الداخلي اللي أنا لما ألزمه بالبالبيشن مالتي مال الورم دا أحس وكأنما الورم صاير جو السكن هذا الأبيديرمس، أشوف إيش قد أحدده. ومن هذا التحديد مال الانديوريشن أنا أحسب السيف مارجن حسب ما أنا أتوقع هذا الورم. إذا أنا أتوقعت هذا الورم بيزال، أو أنا أصلاً كنت قاس من البداية في the small incisional biopsy وطلع التشخيص بيزال، فأني أشيل سيف مارجن كلش كافي 5 مليم، وإذا كانت سكويماس 10 مليم، وإذا كانت مليجمنت 3 سنتيم فما فوق، يعني 30 مليم فما فوق. proper hemostasis يعني إذا عندي أنا جرح، هذا اللي صار لي هسه ورا ما شلت الورم، أو أي جرح أنا أريد دا أخيطه، لازم أسوي هيموستيسيس، أوقف النزف. شنو طرق أنه أحصل على proper hemostasis أو how to secure hemostasis؟ طبعا أفضل الطرق هو الكمبرشن، أضغط عليها بإيدي بقطعة مال جوز شاش، أسوي كمبرشن. أحيانا نسوي كمبرشن باستخدام مكان ما قطعة مال جوز عادية، أستخدم جوزاية soaked with normal saline with diluted adrenaline، يعني الـ piece of gauze منقعة سوقد بيمن بنورمال سلاين وياها الأدرينالين اللي هو مخفف مثل ما شرحنا قبل شوية، فراح يشتغل شغلتين، هم الأدرينالين دي يشتغل وهم الكمبرشن ما تيشتغل. هذا أهم عامل وأسرع عامل وأفضل طريقة إنه how to secure hemostasis. ورا ما أسوي الكمبرشن أنتظر في دقيقتين ثلاثة، أحيانا الأوز البسيط يتوقف نهائي، أو راح تتوضح للصورة إذا يطلع لي فد بليدر معين. هل إذا طلع لي بليدر معين راح أسوي له كوتري اللي هو بالكاوية الكهربائية، أو أحيانا يسوون بالكرايو أو غيره، أو راح يطلع لي البليدر أعقده باستخدام الستيتشز. فهي هاي طرق البروبر هيموستيسيس. هذا السلايد يوضح الكوتري. الكوتري اللي هو الكاوية الكهربائية نوعين، عندنا مونوبولر أو يونيبولر كوتري يعني أحادي القطب، وعندي البايبولر اللي هو الثنائي القطب. اليونيبولر كوتري نشوف إنه هو قطب واحد، ونتخيل هذا المريض وخلينا هنا بليته تحت المريض، وإذا تقرون مكتوب electrical current travels from the electrode من القطب to the plate below، بينما البايبولر كوتري هو ثنائي القطب، يعني الجراح لازم بإيده مثل البنس أو بيكاب مثل الملقط ثنائي القطب،
والكهرباء تمشي من قطب إلى قطب، يعني ماكو بليته جوا المريض. Electrical current travel between the two electrodes. طبعا لما travel between two electrodes معناها الدمج اللي راح يصير لي بالأنسجة مالت المريضة راح تكون محصورة ما بين القطب والقطب اللي هن قريبات، فالدمج راح يصير قليل، بينما الدمج اللي راح يصير بالمريض اللي مستخدمين مونوبولر كوتري راح تمشي الكهرباء من هذا المونوبولر إلى البليتة وتكمل الدائرة، فيصير الدمج أوسع، وايد زون أوف دمج. طبعا هذا الزون أوف دمج هي الفابورايزيشن، الكربونيزيشن، ديسيكيشن، كوغوليشن، ديفيتلايزيشن، هايبرثيرميا. ما مطلوب بعدكم هالمصطلحات بس تفهموها، يعني هاي تتبخر الأنسجة، هاي تتفحم، هنا تيبس، هنا الكوغوليشن يعني تتخثر، ديفيتلايزيشن يعني تموت، والهايبرثيرميا اللي هي الإحمرار دائر المنطقة الحمراء. كل هاي الزونز تكون نارور باستخدام البايبولر كوتري، فتكون سيفر بالنسبة للمريض، لأنه بس المنطقة اللي أنا أريد أحركها راح تصير بها هاي الدمج كلها، ما تروح لي على مناطق بعيدة. لنفترض أنا المريضة دا أسوي لها عملية وقريب من عندي الفيشيال نيرف مثلا، أو واحدة مثلا نفترض دا أسوي لها فيس ليفت شد الوجه، أو دا أسوي لها أبر بليفاروبلاستي شد الأجفان العليا، فالأفضل والأأمن أنا أستخدم شنو؟ اليونيبولر لو البايبولر؟ الأأمن أستخدم البايبولر. ليش؟ أنا مدمل الويف مع الإلكتريكال دامج، ما تصيب لي النير باي نيرف. هسه جهاز الكوتري هو بين نوعين، يعني أكو دقمتين، واحدة مكتوب عليها مونوبولر واحدة مكتوب عليها بايبولر، وإحنا ندوس على المكان اللي إحنا نريده، إذا نريد نستخدم مونو أو نستخدم بايبولر. يعني إحنا بكل الأحوال راح نلقى بليتة خليها تحت المريض، بس لما نشوف بليتة مو معناها المريض يستخدم هذا بس مونوبولر، لا، من الممكن هو يستخدم بايبولر لأنه مأشر على الدقمة مع البايبولر، بس لما نشوف بإيده للجراح لازم مونوبولر، يعني بس قطب واحد يحرك به، هذا بالتأكيد هو مونو، أو إذا لازم مثل الملقط مثل البنس اللي هو هاي بالتأكيد معناها البايبولر. قلنا أحد طرق الهيموستيسيس هو استخدام الستيتشز. الستيتش ممكن نستخدمه بالطريقة العادية، يعني عندي بليدر أرتري أو فين ونعقد العقدة العادية، نلزمه بالبنس ونعقد. أحياناً البليدر يكون عندي المنطقة فقط أوز، ممكن نستخدم فت كومبريشن قلنا بالجوزة، الجوزة المنقعة بالنورمال سلاين والديلوتد أدرينالين أو غيرها، ومرات ما يفيد عندنا هذا الكومبريشن، تطلع لي المنطقة مال بليدنج ونوت سبيسيفيك بليدر اللي أقدر ألزمه وأعقده، وإنما فت منطقة عريضة كان يكون سنتيم أقل أكثر، فأقدر أستخدم الستيتش بأنه أسويه مثل الفيجر أوف أيت، يعني أدخل مثل مخطط منه وأطلع، بحيث لما أضب يصير مثل الفيجر أوف أيت إن إنجليش، لما أضبها راح أضب لي كل المنطقة اللي محصورة ضمن محيط هذا الستيتش، فيسموها فيجر أوف أيت to secure hemostasis. Debridement أو debridement of necrotic tissue and foreign material. Debridement أو الأكسجين of dead tissue اللي لها مصطلح آخر نسميها إشاركتومي بالبيرن، يعني removal of the إشكار أو removal of the إشار of the burn. فالdebridement تنقسم نوعين من الdebridement: debridement medical أو non-surgical debridement، and we have surgical debridement. الميديكال نحكي لكم إياه مناسبة أخرى. السيرجيكال debridement اللي هو اللي يفيدنا، عندنا نوعين، عندنا السموث أو non-sharp surgical debridement باستخدام المي، مثلا النورمال سلاين رينجر نغسل به الوونز، طبعا بالمناسبه ما يصير نغسل الوونز بالكلوكوز ووتر فور اكزامبل او اني كلوكوز كونتينينج سوليوشن، لان هذا يصير جود كلتشر ميديا فور انفكشن. النورمال سلاين نقدر نغسل به مثلا بطل مغذي ونفتح فتحه ونعصر ونسوي. الافضل من هالطريقه نجيب سرنجه في الوايد بور سرنج، كان يكون سرنجه من 20 سي سي او من 50 سي سي او اكبر، ونسحب نورمال سلاين ونضخ حيل، تصير وكأنما رابد جت لافاج، إنه غسل، أو قد يكون باستخدام فتشي إلكتريكال جت لافاج، يعني لايك أغان
اللي تسوي لي هم مثلا سكشن للأنسجة للمي على مود ما يتطشر، وهم تسوي لي إيريجيشن. وعدت ممكن باستخدام المي عن طريق جهاز اسمه الفرسا جيتس أو الفرسا نايف، وكأنما دي يقص لي بالأنسجة أو دي ينظف ليها باستخدام قوة المي. سيجي سلايد وتشوفوها إن شاء الله. الرموفل مال فورن ماتيريال كان يكون مثلا الووند بقطع مال زجاج نتيجة كار اكسيدنت وغيرها، لازم احنا شلون نشيلها. طبعا احنا مخدرين المنطقة سواء كان لوكال انستيزيا أو جنرال انستيزيا اعتمادا على شدة الأصابة وحجم الأصابة وغيرها. السيرجيكال ديبريدمنت اللي هو لما نستخدم اشياء حاده، فور اكزامبل السيزر اللي هو المقص او النايف السكينه او الكيوريت مثل هاي بالصوره، مثل الكيوريت اللي يستخدمون النسائيه بالكيوريتاج فور اكزامبل. طبعا ياها افضل طريقه للديبريدمنت هل هي النون سيرجيكال او السيرجيكال؟ هي سيرجيكال، وافضل طريقه بالسيرجيكال اللي هي الشارب، اللي هي افضل شيء انه تسوي لي ديبريدمنت او ريموفال اوف نكروتيك تيشو. Thank you.
الميثودز اوف سوتشرنج، يعني سوتشرنج تكنيك. شفنا هنا على الجانب الايسر الهازاردس اللي هي الانسيف الخطا، وهنا الاشياء السيف، يعني مثلا شلون بالاصبع ديت لك الحافه مال النيدل اللي هي لازم لا بالبنس، او هنا بالايد دي يسحب النيدل ينجرح. يعني واحد يتخيل دائما المريض بي ايدز او بي هيباتايتس او بي واتيفر، فلازم ناخذ بروكوشن بحيث لازم نسوي له سيف بروسيجر. ساعدنا methods of suturing أو suturing technique. أولا type of skin closure include sutures، يعني ممكن احنا نخيط السكن الووند باستخدام الستيتشز أو باستخدام أشياء أخرى سنجي على السلايد الآخر. وهاي السوتشرز أو الستيتشز أكو طرق اللي هي simple interrupted, vertical mattress, horizontal mattress, subcuticular أو intradermal, half buried, continuous over and over, whatever. ما مطلوب من عندكم هالمصطلحات كلها، بس انه هسه تاخذوها هاي بالعملي. السوترز هسه الطريقه الاولى هي السوترز. هنا استخدام السكن تيبس او الاستريس تريب نستخدمها بجروح مالت الوجه. يعني احنا مثلا لما اخيط جرح وانا اريد الاسكار يصير كلش حلو، اخيطه اولا سبكيوتيكال بحيث ما عندي ستيتشات خارجيه، انا ما يترك لي فد ستيتش مارك، والجرح ممكن اغطيه بالستريس تريب، يعني الابيديرمس ما كلش اقربها بالستيتشز، اقربها بالستريس تريب. او عندي فد سمبل ووند اللي ما يحتاج خياط، بس الزم الحافه على الحافه اقربها واخلي هذا الستريس تريب مثل البلاستر بفد ادهيزف وبفد يعني مايكرو بورز تسمح بتنفس الجرح، ولطيف جدا انه يلزم الجرح. ممكن نسد الجرح بالووند ادهيسيف مثل الدرمابوند او الهيستوكرال او سيرجسيل، يعني شلون الصمغ، شلون الصمغ الامير. بس هو مو صمغ الامير، يعني فد شيء هذا استرايل، وورا ما نقرب الانسجه الداخليه الطبقات الداخليه للجرح يبقى لنا بس الابيديرمس نخلي لها تشو جلو. ايضا هذا الاسكار مالته لطيف. هاي خياطة الجرح بالستابلز والستابلر، يعني الكابسة والكليبسات. أكو عندنا نوعين من الكابسة والكليبسات، الكابسة العادية اللي موجودة عندنا الستابلر والستابلز، هاي تكون نون أبزوربابل وتنشال، يعني حسب نوع المكان الجرح وين تنشال حسب المدة المعينة. وعندنا ستابلر والستابلز تكون الأبزوربابل، هاي الستابلز شوية تكون سعرها أغلى، وشكلها الستابلر تكون بها ثلاث أجزاء مو مثل هاي جزئين. هاي تقرب لي السبكوتينوس تيشو. Yeah. So 16 to 600. How much will it be? 600. We have not given a lot. We have given 300 plus 120, 420. So we are still all right. 240. Yeah, so exactly. No. هاي الستابلر مال السبكوتينوس تيشو بها ثلاث بروزات، والبنس مالتها اللي نستخدمها على من نتقرب الحواف الجرح ايضا بثلاث بروزات خاص، والستابلز اتسلف تكون ابزوربابل وان. النقطة الثانية بالسوتشرنج تكنيك هي التنشن فري كلوجر، يعني لما اني اسد الجرح لازم اسده بدون اني تنشن أو very minimal tension، يعني مو بالقوة أجيب حافة على بالحافة وأعقد الخيط، لأن ما يصير under severe tension راح يصير من الممكن
necrosis بالمارجن, dehiscence بالوند بعدين, infection يفتح الجرح. فلازم احنا نخيط الجرح with tension free closure. على مود يصير tension free معناه احنا مسوين adequate undermining on both sides of the wound, بحيث لما نسد نسد بدون tension. النقطة الثالثة minimal damage to the skin edge with atraumatic technique, يعني fine touch. يعني الجراح لازم يكون عنده fine touch, هذا يسموه هذا الجراح have a fine touch, يعني يحترم الأنسجة, ما يلزم مثلا بالpens tooth pens يلزم الحافة بكلش قوة بحيث يسبب لي في الدمج للحافة ويبقى stitch mark يعني mark للجرح. حلو, إذا يريد يلزم بالpens لياما يستخدم skin hook, هاي الأداة الكلش لطيفة skin hook, أو يلزم بالبنس يلزم السبكوتينس تشو, ما يلزم الأبيديرمس, أو إذا انجبر يلزمها يلزمها بكلش مو قوة بحيث ما يترك لي فد أثر. رابعا wound closed in layers, يعني هذا عندي فد full thickness wound واصل لي للعظم مثلا, يعني المصل مقصوصة راد نخيطها, الفيشة راد نقربها, السبكوتين أصفات نقربها, الديرمس, ما يصير ستيتش واحد ماس كلوجر قد يتوحد إلا بالحالات الطارئة, بس in general wound should be closed in layers على مود نحصل على fine scar, well acceptable scar. السبكوتين أصفات need suturing or not, شنو معناها؟ إنه التنشن مالت الووند, طبعا احنا هدفنا انه تكون الووند قوي على مود ما يصير وايد سكار, فهل تقريب الشحم سكتين اصفات يساعد لي على زياده بقوه الووند؟ لا, ما يلزم ستيتش الفات, بس احنا نقرب في سمبل ستيتشز جاست تو اوبليتريت ديد سبيس على مود ما يصير ديد سبيس ويصير بها هيماتوما او سيروما, والا ما يصير نقرب كلش هوايه ونضبه بالستيتشات هوايه. Dermal stitches provide strength, هي أهم شيء بالقوة مالت الجرح مالتنا مال السكن اللي هي الديرمس, فديرمال stitches هي المسؤول الرئيسي في provide the strength to the wound and relieve the tension on the wound edge, وليس الأبيديرمس وليس الفاشية وليس السبكوتين أصفات, الديرمال stitches هي المهمة. سابعا all sutures that do not exit the skin, كل الخياطات اللي مدى تطلع برا الحافة مالتها بالسكن should be buried, لازم تكون مدفونة جوا, so as to place the knots على مود نخلي العقدة مال الخيط away from the skin surface, نخلي العقدة بعيدة عن سطح الجلد. يعني بمعنى انه أنا إذا عندي فد wound deep wound وأريد أخيط السبكتين أصفات وأريد أخيط الديرمس, بمكان ما أخلي آني الستيتشز مالتي العادية أخلي ستيتش inverted stitch, يعني مكان ما أبدي من الحافة اليمنى وأطلع من الحافة اليسرى وأضب وتصير العقدة لي فوق, لا أسويها بالعكس, يعني أبدي inverted من الحافة اليسرى, هاي كلها أنا إذا أحكي بالسبكوتين استشو, وبعدين أدخل للحافة اليمنى ولما أضب راح تصير العقدة لي جوا, العقدة away from the wound surface. ليش؟ لأنه هذا الستيتش داخلي subcutaneous stitch absorbable stitch اللي ما راح أشيله, راح يبقى لحين ما هو من كيف يروح, فكل ما أريد أخلي absorbable stitch الأفضل أنه أسوي الستيتشات مالتي inverted على مود العقدة النوت تصير inside جوة away from the skin surface. ثامنا avoid cross hatch stitch mark and punctate mark, يعني شنو؟ لما عندي مثل الصورة, لما عندي جرح وداء أخيطه, أولا لازم أشيل الاستيتشات مثلا نفترض بالفيس, لازم أشيلها أقل من 5 أيام. ليش؟ على مود ما تصير الأثر مال النقاط منا ومنا نسميه البنكتيت مارك, لأنه قبل 5 أيام ما راح يصير أبيثيلاريزيشن مال الفيستولا تراكت مال النيدل مالتي مال الاستيتشات. بالنسبة للكروس هاتش لما أنا مستخدم استيتشات خارجية, يعني مو سبكيوتيكولر استيتشز وضاب كلش زايد وما ومأخر الاستيتشز يعني أكثر من المدة المطلوبة, فحتى لما أرفع الخياطات يبقى هاي الآثار البربنديكولر على الوند مالتي يسمو كروس هاتش. هل كروس هاتش والبنكتيت راش أبد ما مقبولة بالجراحة التجميلية لأن تسوي الجرح مو زين.
method of oxygen. يعني أنا عندي لنفترض فد skin lesion كأنه يكون شامة أو ورم جلدي basal cell carcinoma squamous cell carcinoma أو benign lesion whatever. أكو أريد أرفع الأكسجين مالته. أكو مثل أكو فشي اسمه elliptical oxygen يعني إلبس. يعني إذا عندي فد التيومر مالتي دائري أو تيومر خلينا نقول هيك على شكل شبه دائرة وأني أسوي دائري وأريد أشيل هاي الدائرة. إذا أنا هاي الدائرة قصيتها فقط هي بوحدها الدائرة وردت أخيطها حافة على حافة على مود أسد الجرح راح تصير عندي رصعة من فوق ورصعة من جوا. تخيلوها لكون دائرة. فعلى مود هاي الرصعات الزيادة بالحافة مالت الجلد اللي راح نلجأ وهماتي ننقصها هاي الرصعات على مود اخلص من عتها شو اسوي لما عندي فتشي دائري اريد اقصه؟ لازم اقصه على شكل إليبس على شكل هلال على شكل عين يعني ازيد من طول وكمية الانسجة اللي راح اقصها. عادة طول الإليبس الى العرض مال الليجن مالتنا يعني لازم تكون 3:1 4:1 يلا يصير عندي الجرح عدل بدون أي رصعات. بمعنى لنفترض أن أنا عندي سكين تيومر دائري وسويت الإلبس مالتي خططت طبعا سويتها أطول يعني لما نقص لما نقيس الدايميتر مالتي الليجن مالتي لنفترض سنتيم لازم أسوي الإلبس مالتي طوله شقد 3 سنتيم على مود لما أقص كلها هاي المنطقة وأخيط حافة على حافة يصير عندي جرح طولاني طوله تقريبا 3 سنتيم 3 وشوية. بمعنى أنه لازم أنا أفهم المريض أقول له صح أنت القطر مالتك مالت الورم مال الليجن اللي راح يصير عندك صح وهذا طوله سنتيم لكن بالنهاية الجرح اللي راح يطلع ترى طوله 3 سنتيم مو عبالك بس سنتيم. ليش؟ لأنه هاي تصير بها رصعات منها ومنها واحنا قصيناها كإليبس. فلازم هذا البروبر بلان لازم أأشره طبعا مثل ما معلمكم بالمحاضرة بداية المحاضرة يعني لما أنا أأشر البلان مالتي مال هذا الإليبس لازم أسويه موازي إلى اللانجر لاين وأرسمه على وجه المريض وأقول له الجرح مالتك النهائي راح يصير بهذا الشكل وطوله أكبر من طول الليجن اللي عندك وأفهم ليش. يلا نبلش لازم كل شيء نشرح للمريض. لما دا أقول له يصير رصعة منا ومنا بالبلاستيك سيرجري نسمي هاي الرصعة dog ear يعني الجرح اللي بالنهاية مالته بيها رصعة زيادة نسميها dog ear يعني إذن الدوغ لأنه مثل الإذن مال الدوغ بيها الطية. فإحنا هاي لازم إحنا نخلص منها ما يصير لازم تنقص ما يصير نخلي فدهوند ورمى نخيطه بdog ear منا ومنا. هذا النوع من الأكسجين اللي هو الإليبتيكال أكسجين الأكسجين اللي مثل العين أو مثل الهلال هذا نسويه وين؟ لما لنفترض الورم بالفيس وهو away from the body orifices. الأورفيسز اللي بالفيس وين؟ اللي هي العين يعني الآي والنوز الأنف والماوث والإير. لما يكون هذا الليجن بالحافة مع البادي أورفيسز نسوي another type of oxygen اسمه وجه أكسجين. بينما لما يكون هذا الورم away from body orifices فنسوي الإليبتيكال أكسجين. هنا عندنا الوجه أكسجين اللي هو أكسجين على شكل وجه على شكل مثل قصة البقلاوة يعني مو على شكل إليبس اللي مثل الهلال أو العين. شو وقت هذا نسوي؟ For lesions located at or adjacent to the free margin مال body orifices يعني free margin مال العين free margin مال النوز يعني من النوسترول free margin مال الماوث free margin مال الأوركل الإذن. لأنه ذا سويناها سويناها على شكل elliptical excision راح يصير eversion أو inversion للمارجن ويصير عندي اكتروبيان او انتروبيان او يصير ديستورشن يعني بالشكل ويصير ابد محلو. فاني ليجن وونت تو بي اكسايزد نير ذا فري مارجن اوف فيس اوريفيسز اللي هي الاي النوز الماوث الاير شود بي اكسايزد ان ويتش شيب ان ويدج اكسجين وليس ان اليبتيكال اكسجين. اكو قاعده عامه اللي هي 1/3 of the lower lip
or 1/4 of the upper lip and eyelid can be excised باستعمال الwedge excision with a primary closure, and we get a fine line, يعني a fine shape. شنو معناها؟ معناها لنفترض اللور lip. اللور lip يعني احنا نقدر نقص 1/3 من عدها، ثلثها، نقصها بهذا الشكل اللي هو الwedge excision، ونخيط الحافة المنا والمنا ظلت مال اللور lip، وتصير الهيلينج كلش حلو ومرتب. ليش؟ لأن الثلثين اللي ظلوا كلش كافي. هاي بالنسبة للأور لب. بالنسبة للأبر لب والآيلد ما نقدر نشيل 1/3. إذا شلنا 1/3 بالأبر لب أو بالآيلد، سواء كان الأبر آيلد أو اللور آيلد، يصير كلش ديستورشن. 1/3 كلش هواية بالكمية. شنو اختلاف الأبر لب عن اللور لب؟ الأبر لب بيها ميزة خاصة اللي هي الحافة مالتها البيضة على شكل هذا القوس اللي اسمه كيوبد بو. فإذا شلنا 1/3 من الأبر ليب يصير عندي ديستورشن كلش واضح، وما نقدر نحصل على كيوبد بو مثل النورمال. وبالنسبة لللور ليد والأبر ليد ما نقدر نشيل 1/3، ثلث، نقدر نشيل ربع، الباقي نقدر نخيطها حافة على حافة وبفاين فاين شيب يطلع لنا بالنتيجة. إذا القاعدة ثلث اللور لب، 1/4 of the upper lip، 1/4 of the upper and lower eyelid can be excised in a shape of wedge excision with direct closure or primary closure ويكون result acceptable. هاي عتها basal cell carcinoma excised with half centimeter safe margin in a form of wedge excision لأنه باللور eyelid، وشلنا 1/4 from the lower eyelid وdirectly closed. هذا السكار مالتها راح يكون single scar vertical one و acceptable one، ونشوف ماكو distortion، ماكو similarity ويا الأذر سايد، لأنه شلنا proper plan، نقول عليه proper plan. هنا عندنا circular excision يعني defects in a form of a circle, big circle. هذا لما نشيله ما نقدر نسده إلا باستخدام skin graft أو local flap، اللي راح تفهموها لما نجي على محاضرة graft and flap. رابعا المالتيبل اكسجين تكنيك، يعني في نفترض انه هذا الطفل اللي عنده congenital hernias وكبر نفترض بالعمر ووصل الى العمر ما نريد نسوي له سيرجري، هذا ما اقدر اشيل اني كل الليجن، لان اذا شلته كل الليجن شو راح اغطي؟ منين اجيب السكن كرافت لتغطي كل المنطقه؟ فش اسوي له؟ اسوي له مالتيبل اكسجين تكنيك. مالتيبل اكسجين يعني سيريال اكسجين، يعني على مراحل، على مراحل، يعني كل فتره اقص فد كميه معينه ولو اسدها باستخدام تشو اكسبانشن، هاي المكبرات موسعات الجلد، او اخلي السكن كرافت او لوكال فلاب، او اسدها واسدها مباشره دايركت اذا فد كميه قليله، وانتظر 4 إلى 6 شهور واسوي للمرحلة الثانية وهكذا. فنسميه serial excision او serial use of tissue expansion. فmultiple excision technique هاي بالليجنز الكبيرة جدا. عندنا موضوع مهم اسمه زد السكار ريفيجن، يعني هندمة الاثار الجروح، يعني جرح مرعبل محلو اريد اني الطفه اقصه لازم من جديد واخيطه من جديد، فنسميه سكار ريفيجن، يعني اعاده خياطه الجرح او هندمه الجرح. شنو معنى زد بلاستي؟ زد بلاستي لنفترض عندنا جرح من هاي النقطه 1 الى النقطه 2، هذا الجرح اللي من النقطه 1 الى النقطه 2 تخيلوا هنا جرح مرعبل محلو مخربط ممتد من هالاتجاه هاي شمالا من نقطة 1 جنوب إلى نقطة 2، وهذا الاتجاه مالت الجرح لنفترض هو كان هذا عكس اتجاه اللانجر لاين. فالهدف مالتي شنو؟ لازم أقص لهذا الجرح، تمام؟ فعن شنو لما نقصه ونخيطه من جديد معناها ريفيجن، يعني ريفايزد، يعني عادة خياطة، ولازم أغير اتجاهه قدر المستطاع، أخليه بمكان ما في هاي الحالة عمودي
احاول اخليه افقي على مود يكون بارالل لللانجر لاين. شلون اسوي هذا الجرح من الاتجاه العمودي الى الاتجاه الافقي؟ انه لازم ازيد بالجرح، بطولة الجرح. شلون ازيد بطولة الجرح؟ هو مو كان ممتد فقط من 1 إلى 2، هاي الـ2 امدها بهالاتجاه وهذا الواحد امده بهذا الاتجاه، فراح يصير عندي مثلثات 2. هالمثلثات 2 متساوية بالاضلاع ومتوازية، هذا الضلع متوازي وهذا الضلع بالنص، والزاوية اللي هنا يم رقم 2 لازم تساوي الزاوية اللي يم رقم 1، ولازم اثنيناتهم أقل من 90 درجة. فهذا المثلث إذا نشوف الرسم إنه نرفعه نسوي له دايسكشن، نرفعه ونوديه مثلا هذا المثلث رقم 2 نوديه بمكان المثلث رقم 1، والمثلث رقم 1 هم نسوي له دايسكشن ونرفعه ونخليه بمكان المثلث رقم 2. فاذا تتخيلوها لما نخيط راح ينتهي لنا الخياط، نشوف انه بالنهايه مالت النت ريزلتس الاتجاه الجرح من رقم 1 الى رقم 2 صار افقي، بينما بالبدايه كان عمودي. بالبدايه كان عمودي على اللانجر لاين، سوينا افقي موازي الى اللانجر لاين. إذن هو شنو هذا الزيتوبلاستي؟ It is an ingenious principle، مبدأ ذكي، that involves transposition، يعني تبديل مواقع، of two triangular flap. هل تريانجل نسميه flap، flap يعني سدلة لحمية، يعني هو عبارة عن جلد اللي هو epidermis والdermis والسبكتين الستشو، قد تكون وياها الفاشية، فنسميها flap، سدلة لحمية. تختلف عن الجراف، تفهموها لما نجي إلى محاضرة الجراف. شنو الفائدة منها؟ إنه أولاً إحنا سوينا ريفايز ذا سكار، سوينا سكار ريفيجن، إعادة هندمة الجرح، يعني شلنا الأثر المحلو اللي كان ممتد ما بين 1 إلى 2. ثانياً إلونجيت ذا سكار، طولناه بمكان ما السكار كان فقط من 1 إلى 2 صار على شكل زد، أضفنا هذا الضلع وأضفنا هذا الضلع. ليش طبعا نضفنا هاي الاضلاع؟ طبعا هي مو حلو لما احنا نضيف اضلاع هوايه للجرح، راح يصير الوجه خريطه، لكن مجبرين على مود يكون اتجاه هذا الجرح اللي كان عمودي على اللانجر لاين نريد نسويه موازي لللانجر لاين. فهو صح صار الاسكار اطول لكن صار اجمل لما الواحد يشوفه. فسوينا سوي الونجيت الاسكار. الإلونجيشن أوف ذا سكار أحياناً يكون إيجابي وأحياناً يكون سلبي. يكون إيجابي شو وقت؟ لما السكار تكون كلش كونتراكتد بحيث جرت لي الأنسجة واحدة على اللخ، فلما نطولها ارتاح الجرح، مفهوم؟ لنفترض أن أسنجي على الصور إن شاء الله بها زد بلاستي وتفهموها أكثر. أحياناً يكون سلبي. ليش سلبي؟ لانه هو السكار اللي نفترض بالخد وهو ما مسوي لي ديستورشن للايليد للماوث، بس مجرد بالخد بنص الخد، لكن بس مشكلته انه هو عمودي على اللانجر لاين. فلما نسوي زيت بلاستي صح سويناه بالعرض، لكن سوينا احنا ضلعين زياده، والضلعين الزياده هي لا هي افقيه ولا هي عموديه على اللانجر لاين، هي بالنص. فصار طويل السكار، مو كان السكار خلينا نقول كان سنتيمين، سوينا بي زيادة صار بالأربع سنتيمات أو 5، لكن المحصلة النهائية لما بالعين واحد يشوفه للجرح بالخد صح شاف الإسكار أطول، لكن يكون invisible more invisible than من البداية. ليش؟ لأنه صار ضلع كامل موازي لللانجر لاين، والضلعين البقية شبه موازية لللانجر لاين، فهي aesthetically cosmetically أجمل، لكن هو الجرح شوية أطول. الفائدة الثالثة أو الاستعمال الثالث change direction of the scar اللي حكيناها، مكان ما السكار كان مثلا احنا غيرنا الاتجاه مالته، مكان ما كان فقط عمودي على اللانجر لاين سوينا له أفقي وشبه أفقي. فهي هاي فائدة الزد بلاستي، سميناها زد بلاستي لأن حولنا الجرح من عبارة عن خط واحد من نقطة واحدة إلى نقطة 2 إلى شكل زد، يعني مثلثات 2، فسمى زد بلاستي. To elongate this contracted scar, incision is made along it, then 260-degree incisions are made.
As the flaps are lifted up and transposed, what was originally the short axis of the scar has now been lengthened at the expense of a decrease in the width dimension. The limb of the Z-plasty must be equal in length to the central limb, حكينا, but can extend to varying angle from 30 إلى 90 degree. يعني الأنجل مع الأنجل زاوية رقم واحد والزاوية رقم اثنين اللي هي لازم تكون متشابهات. الزاوية لازم تكون من 30 إلى 90. أكثر من 90 بعد تصير الفرة مال المثلثات كلش صعبة. وأقل من 30 أيضا unacceptable. لازم ما بين 30 إلى 90. كل ما تزداد الأنجل كبرها كل ما الجين باللينث يكون أكثر. So it can be extended to at a varying angle from 30 إلى 90 degree depend on desired gain in length. إيش قد إحنا نريد length أطول نخلي الزاوية أكثر لكن صعبة بالفرة. نريد length أقل نسوي زاوية أقل وتصير أسهل بالفرة. The classic Z-plasty, الأنجل مالتها تكون حوالي 60 ديجري الأنجل. يعني عادة Z-plasty بينسوي الأنجل 60 درجة. هل 60 درجة شقد تنطيني زيادة باللينكث؟ تنطيني 75% زيادة باللينكث. نسميه theoretical gain in length. يعني زيادة باللينكث النظري theoretical. يعني لما أسويه على فد شيء كان يكون على سفنجة على ورقة. تنظيني لما أريد أقيسها تنظيني صحيح زيادة حوالي 75%. لكن على الجسم على الإنسان تعتمد على التشو إلاستيسيتي مال المنطقة. يعني لما نسوي زيت بلاستي بالبطن هاي تتحرك يعني سوفت يعني يصير عندي زيادة بالطول. بس لما أريد أسوي زيت بلاستي لنفترض بالسكالب ما تنظيني مجال للحركة. فش نسميها؟ نسميها جد الثيوريتيكال جين ان لينث هي 75% of the central limb. The actual gain in length يعني الحقيقي وليس النظري اللي على الجسم is based on mechanical property على الصفات الميكانيكية على الستريتش مال التشو of the skin and it always less طبعا هي أقل من ما من سفنجة مثلا. نانا أمثلة على استخدامات الزد بلاستي. نفترض هذا بالمثال الفوق الأول نشوف الوايت رول مال الأبر ليب صاير مال ألايمنت يعني مو خط واحد. فهاي الزلومة اللي طالعة من الوايت رول مال الأبر ليب نقدر نرجعها لي جوا باستخدام زد بلاستي. نسوي هذا الزد مالتنا وننزل هذا المثلث الصاعد نخلي لي جوا والمثلث الأبيض هذا نصعد لي فوق بحيث يصير ويل ألايمنت. ليش؟ لأنه فائدة الزد بلاستي مثل ما تعرفون أكو شيء يسموها change direction of the scar فغيرنا direction مال السكار. نفس الشيء بالآيبرو هاي الخسفة اللي صايرة بالآيبرو نقدر حماتين نسوي well alignment للآيبرو عن طريق proper planning مال الزد بلاستي. طبعا هاي تعتمد على الجراح لما يختار الزد بلاستي والاتجاه مالته لازم يسويها يرسمها وبروبر بلان يلا يسوي مو يسويها رونج بلان بحيث يزيد المال الالاينمنت. هنا أنا مثلا عندنا بالسفلي المثال عندنا سكار عكس اتجاه اللانجر لاين للخد بنص الخد. فلما نسوي بروبر بلانينج لزد بلاستي وسوينا ترانسبوزيشن اوف ذا ترو تريانجولر فلابس صار السنترال لمب مالتنا مال الجرح الأصلي السنترال لمب مال الزد اللي كان بيربنديكولر على اللانجر لاين صار السنترال لمب بارالل لللانجر لاين وراء الفرة مالتنا مال التو فلابس. فهي هاي الفائدة من الزد بلاستي. أنا أيضا استخدام الزد بلاستي بالكونستركتينج باند بالفينجر هاي نقصها ونخلي أيضا مثلثات على شكل زد على مود نغير الدايركشن على مود نصير نجيب أنسجة من على جانبي الكونستركتينج باند على مود نقلل من الفينوس ستيسز والليمفاتيك ستيسز اللي موجود. إذا الملخص لليوزز اوف زد بلاستي هي ريليز
of longitudinal scar contracture, especially in cases in which the scar crosses a flexion creases. يعني لما السكار صايرت لي على flexion creases كان يكون مال الالبو جوينت فور اكزامبل، فانا اسوي هذا السكار اسوي له ريفيجن واخلي زد بلاستي على مود اسوي elongation على مود ما يصير عندي contracture زايد ويمنع لي الاكستنشن مال الالبو. فهي release of longitudinal scar contracture especially in case in which the scar crosses a flexion crease. ثانيا لما عندي multiple زادبلاستي، يعني زادبلاستي واحدة ويا اللخ واحدة ويا اللخ، على مود نغير الشكل مال straight line scar for example in the face. لنفترض واحد عنده بالفيس بالcheek مثلا مالته وكلها خط طولاني عكس اللانجر لاين، فمن الممكن أسوي multiple small زادبلاستي على طول هذا الخط على مود أسوي مثل خداع البصر. لما واحد يشوف الوجه مالت المريضة أو المريضة يقول أنا حسيت إنه أكو عندها جرح بالخد بس ما دا أتذكر شلونه، فنسميها فت خداع بصر. ليش؟ لأنه سوينا زيت بلاستي هواية صغار، هواية من عدها صار ويا اتجاه اللنجر لاين، قسم مائل على اللنجر لاين وهكذا، فتنطينا هاي جمالية. بينما لما يكون هو سنجل فيرتيكال سكار وكل عكس اللنجر لاين يكون كلش واضح بالبصر. ثالثا بالكونجنتال سكن ويب، لما عندي سكن ويب كان يكون مثل السندكتري مال التصاق الاصابع او بالنيك، هاي ممكن ايضا نفتحها عن طريق استخدام مالتيبل زيد بلاستي. اليو شيب ديفورميتي او الترابدور ديفورميتي، لما واحد اذا عنده مثل يو شيب سكار على شكل يو، نشوف هاي الجلد اللي بنص هاي اليو يكون منفوخ شوية لأن يصير بي فينوس ستيسز وبي لمفاتيك ستيسز. فلما هاي الحافة مال اليو نسوي بيها فت مالتيبل زيد بلاستي راح نساعد في انه نقلل من هذا الستيسز اللي موجود بحيث نقلل من الانتفاخ. خامسا سيركمفرنشيال سكار، يعني سكار اللي صاير داير مداير المنطقة اللي هي مثل الصورة اللي قبل شوية الconstricting band of the extremity أو الفينجرز. هل constricting scar نقدر أن نفتحها باستخدام multiple Z plasty. هنا أيضا مثال آخر على استخدام Z plasty. نفترض أن هاي البيشنت عندها band contracture بالleft axilla post burn، يعني بسبب تقلصات الحروق، فسوينا 2 زد بلاستي، هذا زد وهذا زد. فلما نسوي ترانسبوزيشن مال الفلابس مال الزد يتحول الى زجزاج شيب سكار. سوينا الونجيشن مال هاي الباند كلش طويله بحيث تقدر تسوي ابدكشن للاكزيلا للشولدر اكثر، فالليميتيشن قللنا. هذا ايضا استخدام مهم جدا للزد بلاستي. شكرا جزيلا، كملنا المحاضرة، إن شاء الله تكون فهمتوا كل الأشياء اللي قلتها. أي شيء ما مفهوم ممكن تراسلوني على الإيميل على الموبايل، تدخلون على موقع العيادة الخاصة على الماسنجر، أنا حاضر.